السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة وصفات أم ملك. كنبغي نرحب وكنشوف نشكر الناس اللي انضموا للقناة ديالي، ونتمنى إن شاء الله اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا في القناة ديالي ويدعموني، وتكبر إن شاء الله القناة ديالي بفضل الله أولا وفضلكم. هذا اليوم إن شاء الله غادي نقترح لكم واحد البسبوسة بالتفاح وبعصير البرتقال. ندوز على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. عندي في المقادير هنا واحد جوج تفاحات، انا قطعتهم على هذا الشكل. هذا جوج تفاحات، انا اختاريت هذا التفاح باللون الاحمر، هذا اللي كيكون على هذا اللون. هذا جوج تفاحات قطعتهم شرائح وعصرت عليهم واحد شوية ديال الحامض غير باش ما يكحالوش. عندي هنايا نصف كاس من عصير البرتقال او عصير المندرين اللي بغيتو، كاس من الحليب، نصف كاس من الزيت، زيت المائدة او زيت نباتية، المهم اي زيت. عندي هنا مبشور برتقالة، عندي كأس من الدقيق، بيضة واحدة. عندي هنا خمارة حمراء، فاني، زلافة من السميد، من السميدة او ما يعادل 250 غرام من السميدة. صافي، ندوز على بركة الله لطريقة التحضير. غناخدو هنايا واحد الاناء، ما غاديش نحتاجو الخلاط الكهربائي، غادي نديرو غير الخلاط اليدوي. غادي نديرو البيضة، غنديرو معها السكر، غنضيفو قبيصة من الملح، نضيفو السكر فانيليا، عفوا هنا ما ذكرت لكمش كاس من السكر سنيدة، نسيت ما حطيتوش في المقادير. كاس من السكر سنيدة، نضيف نصف كاس من عصير البرتقال. هنا نسيت ما قلت لكمش بان الحليب نقدروا نزيدوا اكثر من كاس على حسب السميده. الا كانت كتشرب تقدر تكون السميده كتشرب، ما يكفيناش هذا الكاس، نضيفه ونزيدو. نضيفو مبشور برتقال، نضيفو الحليب، صافي، نضيفو السميدة، نضيفو الدقيق، كأس من الدقيق، نضيفو خمارة، صافي. انا هنا كاس من الحليب كفاني لهاد البسبوسه. غادي نجيب المول وغادي نستف فيه، غادي ندير فيه الخليط وغادي نستف فيه التفاح. صافي، هنا غادي نجيب واحد هاد لاطا، انا اختاريت هاد المول، هذا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق باش ما يسقلناش الخليط. صافي، وغادي نبدا نكبو داك الخليط اللي ديال البسبوسه. صافي هكذا، نحركوا المول شويه. صافي، غادي نبدا نستف التفاح كما كتشوفوا هكذا.
عفوا. صافي هنا كنبدا كنستف التفاح ديالي على شكل وريضه، على شكل ورده يعني، كنحاول انني نقادو على شكل ورده. هاد البسبوسه كتجي رائعه في المذاق والمنظر ايضا. انا هنايا راني شاعله الفران من قبل على درجه حراره متوسطه 180 درجه، كنشعل غير من التحت حتى كطيب البسبوسه من التحت، عاد كنشعل عليها من الفوق غير شويه، ما كنخليوش التفاح حتى يتحرق. صافي بسرعه كتوجد، ما كتاخذش معنا وقت طويل، واحد 25 دقيقه حتى نصف ساعه في الفرن، وان شاء الله نشوفوها من بعد ما توجد. هذه البسبوسه ديالي من بعد ما طابت، انا غادي ناخذ واحد، خديت واحد جوج ليمونات عصرتهم، ضفت ليهم واحد جوج معالق ديال السنيده، خليتهم فوق النار حتى غلاو مزيان، ضفت ليهم واحد معلقه صغيره ديال النباش. صافي وغادي ندهن بهم هاد البسبوسه ديالنا. حاول انا كندهن وانا بحال اللي كنشرب داك البسبوسه وداك الخليط او داك السيرو ديال الليمون، السيرو د عصير البرتقال، كتعطينا واحد اللمعه زوينه لهاد التفاح، ما كيبقاش ناشف. وداك الباقي ديال السيرو كتشربوا لنا البسبوسه، كتجي طريه. صافي هنا غادي نخليها حتى تشرب ديك العصير كامل، هكذا على هذا الشكل هذا كتجي. يمكنكم دير واحد شويه الكوك فوقها او لا تخليوها هكذا، هكذا كتجي زوينه، او تزينوها باش ما بغيتو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذه البسبوسه اللي وجدت معكم هنا زينتها من الاطراف من الجوانب بشويه ديال الكوك ومن الوسط، ودرت لها واحد شويه ديال ديك الحلوى على شكل عقيق، وانتم تزين على حسب الاختيار. بامكانكم تديروا شويه ديال سكار كلاصي فوق منها او لا الكوك، كيجي المنظر ديالها صراحه رائع، والمذاق حتى هو كيجي زوين، كتجي على شكل ورده مع ديك التفاح الاحمر حتى هو كيعطيها واحد المذاق زوين، واحد المنظر رائع. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساش ديروا لي لايك.